للمزيد حول هذا الملف في شبه الجزيرة الكورية معنا من نيويورك المحلل السياسي أحمد فتحي. أستاذ أحمد، إلى أي حد ستلقى دعوة الأمين العام للأمم المتحدة صدى لدى كوريا الشمالية؟ أفضل توصيف للوضع في كوريا الشمالية كما ذكره أحد المتخصصين في الولايات المتحدة الأمريكية هو أنها مزيج من الشراسة والضعف والجنون. ما يحدث في كوريا الشمالية هو استمرار وتكرارية لما للسياسة الكورية الشمالية منذ 20 عام أو أكثر، تصعيد الأمور إلى درجة ثم التراجع في آخر لحظة ثم الحصول على مميزات. هذا هي يعني هذا السيناريو لعب أكثر من مرة. لكن عندما تتحدث يا أستاذ أحمد فتحي كوريا الجنوبية وتؤكد إمكانية قيام بيونغ يانغ بتجربة نووية رابعة وجديدة، في حال تم ذلك كيف يمكن أن يكون ردة الفعل الدولية وخصوصا مجلس الأمن؟ هذا لن يحدث، لأن المسؤول الكوري اللي عمل هذا التصريح في جلسات الاستماع في البرلمان الكوري الجنوبي تراجع عن هذه التصريحات، فهذه لن يحدث. ولكن في حالة لو حدث بالفعل فهذا بالطبع بيعطي المجتمع الدولي رخصة مرة أخرى للتدخل. نتذكر قرار مجلس الأمن 2094 حدث عندما قامت كوريا الشمالية بتجربتها النووية في هذا الشتاء، في الشتاء اللي احنا يعني بننهي هذه الأيام، ولكن وانتفض المجتمع الدولي وحدث إجماع عالمي بما فيهم الصين الحليف الرئيسي لكوريا الشمالية، فهذا لن يحدث في الوقت الحالي. ولكن أنا أحب أن أوضح شيء هام، أنه بعد إلغاء كوريا الشمالية للمعاهدة الهدنة الموقعة في 1953 نحن أمام موقف أن كوريا الشمالية بتفرض على الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية والأطراف الدولية عندما يجلسوا للتفاوض لن يكون التفاوض حول البرنامج النووي الكوري، ولكنه سيكون التفاوض حول معاهدة سلام أو وقف العودة إلى اتفاقية الهدنة. هنا كوريا الشمالية تلعب بالنار كما يقولون، لأن هذا الموقف يستطيع أن يتم تجاهله ويتم التصعيد العسكري. كوريا الشمالية لديها من القوات التقليدية جيش يزيد على 1 مليون شخص، كوريا الجنوبية حليفها العسكري الرئيسي والولايات المتحدة طبقا للمعاهدة الموقعة بينهم والمعاهدة التي أضيفت في خلال الأسابيع القليلة الماضية، بالإضافة إلى الوجود الأمريكي العسكري في اليابان، بالإضافة إلى أن الصين لن توفر النفط اللازم لكوريا الشمالية لإدارة آلاتها العسكرية. فماذا ماذا تستطيع كوريا الشمالية أن تحارب به؟ هذا هو السؤال الكبير، وأنا على هذا الأساس لا أعتقد أنه سيكون هناك مواجهة عسكرية. لو تحدثنا عن الموقف الروسي من هذه الأزمة وهذه التصعيدات، الرئيس فلاديمير بوتين قال إن نتائج أي انفجار للوضع في شبه الجزيرة الكورية ستتجاوز بأضعاف كارثة تشيرنوبل. حسب رأيك أستاذ أحمد، أي دور يمكن لروسيا لعبه في تهدئة هذه الأوضاع؟ أنا أتفق مع نظرة الرئيس فلاديمير بوتين إلى أنه لو حدث انفجار في كوريا الشمالية ستتخطى يعني نتائجه ما حدث في تشيرنوبل في عام 1987، لسبب أن كوريا الشمالية ربما يكون لديها برنامج نووي، ربما يكونوا وصلوا إلى ابتكار أو إلى انتهاء من جهاز تفجير نووي، ولكن يفتقدوا في التقنيات الأمن والسلامة الكثير عما كانت عليه الاتحاد السوفيتي في عام 87 على سبيل المثال. نحن نتحدث إذا أخذنا نفس الفترة التاريخية 1987 الاتحاد السوفيتي مع عام 2013 كوريا الشمالية، كوريا الشمالية ما زالت تحبو في العالم النووي. في ذلك الوقت كانت الاتحاد السوفيتي قوة نووية راسخة ومستقرة ولها من الأبحاث والتقدم التقني ما يمكن أن كانوا أنهم يحتووا هذه الأزمة. المساحة الجغرافية أيضا في الاتحاد السوفيتي كانت مساحة مهولة، كوريا الشمالية مساحتها محدودة، وأي لو حدث أي حادث نووي لمن ستأثر به في بدء الأمر هم كوريا الجنوبية، تايوان واليابان وهم والصين وبعض مناطق من الصين، هم الجيران الرئيسيين لهذه الدولة المنعزلة عن العالم. هل برأيك يمكن لدول أخرى سوى روسيا لعب دور أكبر في حل هذه الأزمة؟
المجموعة السداسية اللي هي يعني مختصة بهذا الملف كما ذكر الأستاذ اللي كان بيتحدث في التقرير اللي استمعنا إليه أنه الولايات المتحدة، روسيا، الصين، اليابان، بالإضافة إلى كوريا الجنوبية وكوريا الشمالية، هذه المجموعة السداسية. وأنا لا أعتقد أنها ستخرج، المفاوضات القادمة لن تخرج عن إطار المجموعة السداسية. وأنا في تحليل سابق يعني ذكرت أنه هو الطريق الوحيد لنزع فتيل هذه الأزمة هو العودة إلى المفاوضات اللجنة السداسية. شكرا جزيلا للمحلل السياسي أحمد فتحي، كنت معنا من نيويورك معلقا لنا حول الأزمة في شبه الجزيرة الكورية.